وبشكر استاذ نواب الشعب، بشكر سياده اللواء يحيى الحسني، بشكر استاذ محمد وليد، بشكركم جميعا، وانا سعيد ان اكون بيكم النهارده، واتمنى ان شاء الله من الانتخابات ان شاء الله. فليس غريبا ابدا ان يحب الانسان وطنه الذي نشا على ارضه وشب على ثراه، بالتشبث بكل ما يؤدي الى وحدته وقوته. حب الوطن يظهر في المحافظه على منشاته ومنجزاته، في الاهتمام بنظافته وجماله. حب الوطن يظهر في اخلاص. على جديد.